رئيس مجلس الوزراء يشهد التوقيع على بروتوكول تعاون لتقديم 100 منحة دراسية لمتفوقي الثانوية العامة بمحافظات الصعيد. مجموعة عسكرية في الجابون تعلن إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والاستيلاء على السلطة، وبوريل يحذر من تزايد الاضطرابات بالمنطقة. حرب المسيرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تلمح لتورط الغرب في الهجمات على أراضيها وتتوعد بالرد. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس، بحيث تعني بملفات التعاون مع تجمع البريكس وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين. جاء ذلك خلال اجتماع في مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة. من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع بما تحققه مدينة العالمين الجديدة من جذب سياحي حين، وخاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة والسمعة المتميزة خارجيا، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم. وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العالمين وبرج العرب الجديدة، ليتواكب مع ما تحظى به المدينة من إقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم. وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما وافق على منح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع التليفون المحمول ببني سويف. هذا وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول التعاون بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة للمتفوقين من أبناء محافظات الصعيد. يأتي توقيع البروتوكول تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد للدراسة فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة 100 حلم للمستقبل، التعليم بالعاصمة الإدارية. هذا وثمن رئيس الوزراء المبادرة التي تدعم دور الدولة تجاه الصعيد، حيث تتيح لأبنائه فرص تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالمية متميزة أقامت فروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا أن ذلك يعزز اهتمام الدولة برعاية الطلاب المتفوقين والارتقاء بقدراتهم من أجل الاستثمار في مستقبل هذا الوطن. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في العالم ومصر. وخلال توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، أشار مدبولي إلى تماشي هذه السياسة مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. هذا ومن المنتظر أن توفر مزرعة الرياح الجديدة طاقة نظيفة ومستدامة لنحو 2 مليون منزل في مصر، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير القوات المسلحة ومسؤولية الوطنية للحفاظ على الأمن القومي المصري. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. تناول اللقاء عرضاً تقديمياً لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة، وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة النقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات. كما ألقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات. كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023. وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتفقد معرضا لهيئة الإمداد والتموين، والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه. اختتم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة عقدت على مدار 3 أيام لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة دولية بالتعاون مع يونيسف التي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتهدف الورشة إلى خلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الشباب لكونه شريكا أساسيا لتعزيز الانتقال من التعلم إلى العمل من خلال رسم خطة تنفيذية لخلق الشراكات. بتنظيم من منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة اليونيسف، يأتي اليوم الأخير لفعاليات ورشة العمل الخاصة بمبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنصة العمل التطوعي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، التي استمرت على مدار 3 أيام بهدف وضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وتيرة التأثير في هذا الملف الحيوي. نتناقش عن اوريدي المنهج اللي موجود في مصر عن التطوع، ومن الحاجات اللي طلعت ودي واقعيه يعني وبرده اتكلمنا فيها كتير
ان الحمد لله مصر من البلاد اللي هي عندها اوريدي منهج التطوع موجود. احنا بنحب عمل الخير. اعتقد ان هناك الكثير من البرامج الجيده، وسمعنا عن الكثير من المشاريع الجيده التي تحدث في جميع انواع المجالات المختلفه، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفيه ربط النقاط وانشاء منصه يمكن للشباب من خلالها العثور على تلك الفرص التي تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم من المهارات. الورشة ناقشت عدة نقاط أبرزها الاتفاق على مجتمع الممارسة وطرق العمل، إلى جانب وضع الاستنتاجات النهائية وتحديد الخطوات التالية بمشاركة الشباب، وذلك بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي من خلال إنشاء إطار عمل يمكن تطبيقه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الثلاث أيام اللي فاتوا غير النهاردة طبعا عشان نتكلم على الجهود دي، نسمع أفكار بعض، نبدأ إن احنا نشوف إيه الإضافة اللي ممكن تتعمل، ولو كان في حاجة نقدر ان احنا نجمع بيها الافكار دي عشان نقدر ان احنا نضيف. احنا عايزين نشتغل على محورين متوازيين مع بعض، فكره ان انا ازاي ااهل الفولنتيرز او المتطوعين ان هو يبقى متطوع معايا وفي نفس الوقت بديله كورسات او حاجات بيقدر يستفيد بيها بسكيلز معينه، وده عن طريق برنامج بيبقى ليه عدد ساعات تطوع معين، وبدل ما اديله جايزه او شهاده ببتدي اديله مكانها كورس يقدر ان هو يستفيد بيه. هي كانت وركشوب ممتعه جدا وكانت مثمره جدا، والحقيقه أحلى حاجة فيها إن مش هيئة واحدة هي الممثلة، ولكن هيئات مختلفة، في private sector، في جزء من الوزارات والحكومة، في مجتمع مدني. الورشة تأتي إيمانا بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، كون الشباب أحد أهم أطراف التنمية، وفي إطار إعلان إدارة منتدى شباب العالم عن تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بشكل خاص. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي. ضم الوفد السناتور لينساي جراهام عضو المجلس الشيوخ والسناتور روبرت منديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلس النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم. شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي وقيادات الكونغرس الأمريكي، وتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشراكات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية. كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الدينية وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لا سيما في السودان وليبيا وسوريا. وخلال اللقاء تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد. وتطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وتناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه. كما أكد رئيس السيسي من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة. أعلنت الشركة الوطنية للطيران عن تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، ويأتي القرار بعد أن أعادت السلطات السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ 15 من إبريل الماضي عقب اندلاع الصراع في البلاد. للمزيد حول قرار الشركة الوطنية للطيران المدني ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي جمال رائف. سيد جمال، يعني بعد التحية، يعني بداية، كيف ترى إذن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى بورسودان؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الأساتذة المشاهدين. يمكن هذا القرار بيأتي في إطار الدور الممتد والمتنوع في الحقيقة، والذي يشمل كافة الأصعدة لدعم السودان الشقيق. الدولة المصرية بتسعى بكل قوة أن تدعم الاستقرار الداخلي السوداني وتمد يد العون والمساندة للأشقاء في السودان، وبالتالي يعني تدشين هذا الجسر الجوي وبدء الرحلات الجوية من القاهرة لبورت السودان بالتأكيد سوف يساهم في نقل حركة الركاب وأيضا البضائع، مما يخفف أيضا من يعني معاناة الشعب السوداني ويسهل فكرة اتصاله مع المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وبالتالي هي خطوة مهمة للغاية أقدمت عليها الدولة المصرية في إطار دورها المتواصل الداعم لمساندة الأشقاء في السودان، خصوصا أن هناك في الحقيقة كما قلنا تنوع في هذا الدور سواء على الصعيد السياسي الدبلوماسي الإنساني، والآن أيضا نرى خطوة جديدة من خلال يعني تدشين هذا أو عودة الحركة الطيران مجددا من القاهرة لبورت السودان، وبالتالي هي خطوة مهمة للغاية في هذا الإطار. نعم، من وجهة نظرك ماذا يعني قرار السودان بفتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد بعد إغلاقه منذ الأحداث الأخيرة؟ يمكن هذا القرار بيؤكد ان هناك هدوء نسبي في هذه المنطقه، وان هذه المنطقه الان تحت السيطره، وهناك قدره من الجيش السوداني على فرض السيطره والاستقرار في هذا النطاق الجغرافي، وهذه ايضا رساله مهمه للخارج وللاقليم ان السودان قادر على التعافي من الازمه الحاليه، وحركه الطيران وعودتها وهذه المبادره المصريه يعني بتسيير حركه نقل جوي الى بورت السودان ايضا بترسل رساله مهمه ان السودان على الطريق الصحيح لديه القدرة على التعافي السريع، وهذا ما نأمله وما نتمناه، خصوصا أن الجهود الدبلوماسية الآن والسياسية بالتأكيد بتسير بخطى ثابتة نحو هذا الإطار، مع وجود طبعا قمة دول جوار السودان وغيرها من الخطوات التي يعني بتقوم بها الدولة المصرية مع دول الجوار والمجتمع الدولي والإقليمي. جزيل الشكر الكاتب الصحفي جمال رائف، كنت معنا عبر الهاتف. أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث تخصيص 20 مليون دولار أمريكي إضافية للمساعدة في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة جراء توصل الاشتباكات في السودان. هذا وأكدت الأمم المتحدة ارتفاع أعداد الفارين من السودان لأكثر من 4.5 مليون شخص، بينهم 3.6 مليون نازح داخليا. في هذه الأثناء أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء عاجلا لتقديم مزيد من الدعم للفارين من الأزمة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات التمويل لتوفير المساعدات الطارئة إلى أكثر من مليار دولار لمساعدة أكثر من 1,800,000 شخص، من المتوقع أن يلجأوا إلى البلدان المجاورة للسودان بحلول نهاية العام الجاري. Nature of man's inhumanity, mostly to women and girls.
أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الجابون وضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في البلاد. كانت المجموعة العسكرية في الجابون قد أعلنت في وقت سابق إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسية ثالثة، مؤكدة أن الانتخابات افتقرت إلى المصداقية. في حلقة جديدة من عدم الاستقرار في عدد من دول القارة الإفريقية، أعلنت مجموعة عسكرية في الجابون إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وحل كل مؤسسات الجمهورية وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر إثر الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة. وأوضحت المجموعة العسكرية في الجابون أنها تتحدث باسم ما قالوا إنها لجنة للمرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، واتهمت المجموعة العسكرية المؤسسات الحكومية بالحوكمة غير المسؤولة التي تدفع بالبلاد إلى الفوضى، مشيرة إلى قرارها الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم. المجموعة العسكرية أعلنت الاستيلاء على السلطة في الجابون، مؤكدة أن أعضائها يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد، كما شددوا على افتقار الانتخابات العامة الأخيرة للمصداقية. وتصاعد التوتر في الجابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، وذلك في ظل غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وفرض حظر للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات. قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن بلادها تتابع الموقف في الجابون عن كثب، وذلك خلال إلقائها خطابا أمام اجتماع للسفراء في باريس. يأتي ذلك على خلفية ظهور مجموعة من الضباط بالجيش الجابوني على شاشة التلفزيون للإعلان عن استيلائهم على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة. I engage the responsibility of my government on the pension reform bill. قال مسؤول للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال إن وزراء الدفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الجابون، مضيفا أن الاستيلاء على الحكم بالقوة هناك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات للمنطقة. وخلال اجتماع لوزراء الدفاع الدول الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا، أكد بوريل أن ما يحدث في غرب إفريقيا يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا، لافتا إلى أن وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي سيبحثون تداعيات التطورات في الجابون. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأطراف المعنية في الجابون إلى تسوية خلافاتهم من خلال الحوار. وخلال مؤتمر صحفي حث المتحدث باسم الخارجية الصينية الأطراف المعنية على ضمان السلامة الشخصية للرئيس الجابوني علي بونغو. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موجة الهجمات التي تمت بطائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية لن تمر دون عقاب. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الطائرات المسيرة التي ضرب بعضها مطارا في بوسكوف على بعد 600 كيلومتر من أوكرانيا لم تكن لتقطع مثل تلك المسافة بدون معلومات من دول غربية. أصبحت الطائرات المسيرة كلمة السر في الحرب بين موسكو وكييف، فمع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودخول الحرب الشهر 18 اعتمدت موسكو وكييف عليها في مجريات الحرب، وكان لها تأثير كبير في إحداث تغير نوعي في تلك الحرب إثر هجوم وصف بأنه الأكثر قوة بالمسيرات والصواريخ على كييف منذ الربيع. أعلنت السلطات العسكرية للعاصمة الأوكرانية عن وقوع قتلى وإصابات جراء الهجوم.
السلطات العسكرية أكدت أيضا أن روسيا استهدفت كييف أولا بمجموعات مسيرات من اتجاهات مختلفة، ثم بصواريخ أطلقت على العاصمة من قاذفات Tu-95MS، مشيرة إلى أنه تم تدمير أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي الأوكرانية. وفي مايو الماضي أعلنت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم المسيرات الأكبر على كييف منذ بدء العملية العسكرية، ونفذ بواسطة 59 مسيرة على الأقل. على صعيد البحر الأسود، أعلنت موسكو أنها دمرت زوارق عسكرية أوكرانية كانت تنقل عناصر من القوات الخاصة، وأنها صدت هجوما بالمسيرات قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وزارة الدفاع الروسية في بيان لها قالت إن طائرة تابعة لها دمرت 4 زوارق عسكرية سريعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عددها نحو 50 شخصا في البحر الأسود. وقامت الدفاعات الجوية أيضا بصد هجمات من مسيرات معادية قدمت من البحر على مستوى خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، حسب ما أبلغ الحاكم الروسي ميخائيل راسبوغاييف قبل أن يوضح أن الوضع تحت السيطرة. حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف لمنطقة أوروبا وأسيا الوسطى من تدهور الحالة التعليمية للأطفال في أوكرانيا بسبب الحرب، وأشارت إلى انخفاض مستوى التحاق الأطفال الأوكرانيين بالمدارس في البلدان المضيفة، مشيرة إلى أن الأطفال في أوكرانيا تظهر عليهم علامات الحرمان من التعلم على نطاق واسع، بما في ذلك تدهور نتائج تعلم اللغة الأوكرانية والقراءة والرياضيات. يأتي ذلك فيما أوضحت يونيسيف أن بيانات أحدث استطلاع لها تفيد بأن ما يقرب من 57% من المعلمين أكدوا تدهور قدرات الطلاب في اللغة الأوكرانية، وأن 45% كشفوا عن انخفاض مهارات الرياضيات، ونحو 52% قالوا إن هناك انخفاضا في قدرات اللغة الأجنبية. أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم أن أرباحها الصافية في النصف الأول من عام 2023 تراجعت إلى 3.1 مليار دولار في ظل استغناء أوروبا عن موارد الطاقة الروسية على خلفية نزاعات في أوكرانيا. وقال نائب الرئيس التنفيذي لغازبروم فاميل سادغوف إن التراجع سببه خصوصا ضعف الروبل، مشيرا إلى أن تراجع الصادرات إلى أوروبا تم تعويضه جزئيا بزيادة الإمدادات للصين، وأن هذه الإمدادات ستستمر بالنمو في إطار الالتزامات التعاقدية. أنتج الوقود الأحفوري 33% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام، وهي أدنى حصة مسجلة على الإطلاق استنادا لبيانات ترجع لعام 1990. وذكر مركز لأبحاث الطاقة أن السبب الرئيسي هو انخفاض الطلب على الكهرباء، وهو ما يعني أن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة قد يلبي نسبة أكبر من الطلب على الكهرباء. وشجع الطقس المعتدل وسياسات خفض الاستهلاك وأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة الشركات والمستهلكين على الحد من استهلاك الطاقة، وذلك في أعقاب تخفيض روسيا لشحنات الغاز إلى أوروبا في العام الماضي.
دافعت الصين عن ممارسة الأعمال لديها بعد أن قالت وزيرة التجارة الأمريكية إن شركات بلادها أخبرتها بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصبح غير صالح للاستثمار. وردا على التعليقات التي أدلت بها في الصين، قالت المتحدثة باسم السفارة الصينية في واشنطن إن معظم الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين وعددها 70,000 تريد البقاء هناك. وأضاف أيضا أن ما يقرب من 90% من هذه الشركات تحقق ربحا، وأن بكين تعمل على زيادة تسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق. أعلن البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا حول تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأثارهما على البنوك المركزية يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي. أوضح البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي يأتي أيضا في ظل استمرار الدور الرائد للبنك المركزي في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية. شارك في البرنامج التدريبي 35 مشاركا يمثلون 9 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا. شهدت محافظة أسيوط اليوم احتفالية كبرى لتسليم عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي وزعتها جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة تحت مظلة مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي على أكثر من 100 مستفيد على مستوى مراكز المحافظة. هذا وقد تم تسليم عدد من الأكشاك وماكينات الخياطة وأدوات ورش نجارة وحدادة لعدد من ذوي الهمم وغيرهم. كما تسلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي شيكات بأكثر من 3,500,000 لعمل وصلات مياه منزلية للأسر الأولى بالرعاية في قرى المحافظة. الهدف منها هو توفير تمكين اقتصادي وتوفير دعم كامل للمشروعات الصغيرة لأهالينا اللي موجودة. الهدف منها هو نقل أهالينا من دائرة الاحتياج في المشروعات لدائرة الاكتفاء، بحيث أن كل حد من أهالينا يكون عنده القدرة أنه ينمي مشروعه حتى لو كان مشروع صغير، سيقدر ينميه، يقدر يرتقي به، يقدر يوفر دخل مناسب ليه ولأسرته. قدمت أوراق وبعدين الجمعية جت نزلت عملت عندي بحث ميداني ونزلت شافت البيت وشافت ظروفي، فكنت جايبة المكنة دي السودة الصغيرة فما كانش نافع معايا وعلى طول بتبوظ، فالحمد لله قدرت أخد الكارد وأجيب المكنة الكبيرة ديت فنفعاني في الشغل وبعمل عليها مفارش وببيعها. قلب الصعيد وعاصمة الصعيد أسيوط، طبعا بنحيي كلنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو وفر لينا فعلا حاجات كتيرة وبنجني حصادها دلوقتي بمبادرة حياة كريمة. دي طبعا كانت حلم بالنسبة لكل المصريين وخاصة أهالينا في الصعيد، وانا بتكلم بصفه خاصه في اسيوط، وده يعني بدايه جنايه الثمار بتاع الحياه كريمه. ضمن بروتوكول التعاون بين مؤسسه حياه كريمه وجمعيه الارمان قدرنا النهارده نوصل لعدد 74 مشروع تنموي بما يعادل 1,110,000 جنيه مقدمه لاهالينا في محافظه اسيوط. المبالغ دي لتنميه المشاريع بحيث نخلق فرص عمل للمشروع اللي معاه واحد يجيب واحد تاني معاه ويكبر مشروعه، بالإضافة أن احنا بنطمنه في حالة نجاح مشروع بياخد مكافأة من جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة. كمان النهاردة قدرنا ولله الحمد نتواصل مع عدد 13 كشك بمحافظة أسيوط، نسلم عدد 13 كشك مزودة بالبضاعة زي ما حضرتك شايفة بالتلاجة، بالإضافة أن احنا بنوصل له مرفق الكهرباء. ما بنتعبش الحالة في أي إجراء غير أنه بيجيب لنا تراخيص رخصة من الجهات المعنية. وقع
وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع جامعة السلام بالغربية حول دعم القطاع الطبي من خلال الوصول إلى القرى الأكثر احتياجا. يأتي التعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة لتعزيز مفهوم الصحة والشؤون الوقائية ومواجهة الأمراض المتوطنة، وتأكيد الرغبة في خلق بيئة صحية خاصة في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة. توجه مؤسسة حياة كريمة، احنا بنمشي على استراتيجية الخدمة المجتمع بكل المناحي الحياة، بنقدم المساعدة للناس على الأرض في كل حاجة في كل قرى مصر. وعلشان كده كان إيمانا منا ان احنا مش هنقدر نعمل المهام دي لوحدنا، فكان لازم يبقى لينا شراكات في كل مكان وفي كل نجع وفي كل قرية. احنا النهاردة البروتوكول جامعة السلام، جامعة السلام موجودة في الدلتا، نطاقها الجغرافي في الدلتا، بتخدم اهالي الدلتا كلها في مناحي التعليم. احنا حبينا ان نضيف ده بالشراكه بيننا، انه يبقى فيه كمان خدمه مجتمعيه وتنمويه على في كافه القطاعات. هي تشرفت جامعه السلام بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسه حياه كريمه بتوفير الامكانيات الماديه الموجوده في الجامعه والبشريه لخدمه اهالينا في المناطق المحيطه او المحافظات المحيطه بالجامعه. وتميز جامعه السلام بموقعها وسط الدلتا ان احنا نقدر نخدم كل المحافظات، سواء محافظه الغربيه او المنوفيه او كفر الشيخ او محافظه البحيره، بتوفير كل العيادات الخارجيه المتخصصه في طب الاسنان، وايضا مستشفى جراحه الفم والاسنان، والعيادات الخارجيه لتخصص العلاج الطبيعي لخدمة كل أهالينا اللي موجودة في المنطقة المحيطة. بيشمل إن إحنا نعمل عيادات متنقلة وكشف على المرضى وحملات توعية، وكمان متفقين إن إحنا لو في حالات محتاجة للتحول لمستشفى مركزي أو مستشفى جامعي ده برضو هيتم. الجميل ان احنا النهارده قبل التوقيع تم اتساع دائره البروتوكول ليشمل كمان التنميه الاقتصاديه والناحيه الاجتماعيه والدعم الطلابي، والجامعه قدمت عدد من المنح للطلبه المتفوقين 100%، المنحه قيمتها 100% من قيمه المصاريف، ويتم اختيارهم عن طريق حياه كريمه. وللمزيد حول بروتوكول التعاون بشأن دعم القطاع الطبي من خلال الوصول إلى القرى الأكثر احتياجا، يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية بالفعل انتهت منذ قليل مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة القطاع الطبي وجامعة السلام بمحافظة الغربية، حيث تركز محاور البروتوكول حول تقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين في نطاق الدلتا من خلال دعم العيادات الخارجية. أيضا البروتوكول تطرق إلى العديد من النقاط الرئيسية الهامة، حيث من المفترض بحسب البروتوكول الموقع تيسير وتنظيم قوافل طبية إلى القرى الأكثر احتياجا، والكشف على المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والمستوطنة مجانا. أيضا البروتوكول يقدم 12 منحة من أوائل الثانوية العامة لكليات 3 داخل جامعة السلام بمحافظة الغربية، وهي طب أسنان وعلاج طبيعي وصيدلة. أيضا تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية وندوات تثقيفية خاصة بالطلاب، وذلك بمن لهم طبعا الحق في النزول والكشف على المواطنين في القرى الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، ومن يعانون من أمراض مستوطنة وأمراض مزمنة. أيضا تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية ودورات تثقيفية للمواطنين لخلق بيئة صحية وبيئة توعوية وبيئة تثقيفية للمواطنين في محافظة الغربية، والتي يعني تحتل مكانة كبيرة من حيث عدد السكان فيها. إذن يعني البروتوكول الذي جاء اليوم بين مؤسسة حياة كريمة القطاع الطبي وبين جامعة السلام بمحافظة الغربية هو يأتي في إطار الدور الكبير
الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في توعية المواطنين وخلق بيئة طبية وبيئة تثقيفية كبيرة بعيدا عن المخاطر وبعيدا عن التلوث والحفاظ على البيئة والحفاظ أيضا على حياة المواطنين. يمكن هذا أبرز ما جاء من خلال البروتوكول الموقع بين جماعة السلام وبين مؤسسة حياة كريمة. هذا ما جاء إلينا وأعود إليكم مرة أخرى داخل الاستوديو. نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة طبية في قرية تطاي بمركز الصنطة. شملت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 1032 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 51 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لعشرين مواطنا وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدمت أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها وصحة الأم وحديث الولادة والفحص الذاتي للثدي، إضافة إلى مضاعفات مرضى السكري وكيفية العناية بالقدم السكري وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم. في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان، وقامت مؤسسة حياة كريمة تفعيلا لمبدأ التمكين الاقتصادي بتسليم 22 كشكا وتيسير منح 71 قرضا إضافيا إلى فحص 11 حالة لتقديم المساعدات للأهالي بقرية حياة كريمة بالمحافظة أو محافظة الغربية. أكدت المؤسسة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة في كل من محافظات قنا وبني سويف وأسيوط عقد فعاليات لتسليم حوالات الصرف ومفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات. يأتي ضمن المرحلة الرابعة التي تقوم فيها المؤسسة بتسليم أكشاك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجاً. نظمت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ورشة تدريبية للمتطوعين على مواجهة الغرم بمقر قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة. وشملت الفعالية التدريب حول معالجة أسباب تلك الظاهرة التي تدفع البعض للوصول لحالات الغرم في المجتمع. احنا بصدد تنفيذ تدريب لإعداد المتطوعين حول تنفيذ بعض المبادرات المجتمعية لمواجهة قضية الغرم في المجتمع، والحقيقة ان التدريب دوت نتاج شراكة قوية بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حياة كريمة، والهدف من تنفيذ التدريب ده ان احنا نخرج متطوعين يقدروا ينفذوا ويواجهوا بعض المبادرات يوجهوها للمجتمع. المبادرات ديت مبادرات خاصة بالتوعية بقضية الغرم، وفي نفس الوقت يقدروا يرشدوا الغارمين عن التوجه الأمثل وكيفية معالجة المشكلات الخاصة بيهم. تعلمنا النهاردة ازاي نوت الشخصية وازاي اتعامل مع كل الشخصيات اللي قدامي عشان اقدر احدد ازاي اتعامل معها بعدين في التحليل او في البحث الميداني اللي انا هعمله. استفدت كمان ازاي ان انا الغارمات ازاي اقدر اساعدهم قبل ما يتحولوا اصلا لغارمات، ان انا اقدم لهم المساعدة، ومؤسسة مصر الخير تساعدني ان انا اعمل كده وعرفونا ازاي نتواصل مع الناس وازاي نحل المشكلة قبل وقوعها، ثم بعد كده اتكلموا معانا عن البيرسونال سايت، مين الشخص الودود، مين الشخص العاملي، مين الشخص العفوي، والاستفادة الاكبر من التدريب والهدف الرئيسي منه اللي هو احنا ازاي نوصل للغارمين والغارمات قبل ما ياخدوا خطوة، قبل ما يكون عليه حكم، قبل ما يدخل في قضية. أطلقت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية إلى قرية الحرية 3 التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرية مجانا. القافلة يتم تنظيمها على مدار يومين من خلال 7 عيادات في 8 تخصصات للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وإجراء التحاليل وعمل الإشاعات وتحويل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.
أطلقت مديرية الصحة في بني سويف القافلة الطبية العلاجية لقرية الحرية 3 بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. القافلة تضم 8 تخصصات طبية من خلال 7 عيادات متنقلة، بالإضافة إلى معمل تحاليل الدم والطفيليات وكذلك الأشعة العادية والأشعة التلفزيونية، بجانب استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة مع الاكتشاف المبكر عن الأمراض المزمنة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 390,545 خدمة من خلال حملة 100 مليون صحة اليوم الثلاثاء في جميع محافظات الجمهورية. وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 11,421 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارة العارضة والمتكررة 29,079 خدمة. وأضافت الوزارة أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة إلى 9,570 طفلا، فيما قدمت 30,870 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. ابتكر طلاب وطالبات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ عددا من المشروعات الذكية في عدة مجالات، ومن بين تلك المشروعات مشروع الصيدلية الذكية ومشروع نظام الزراعة الذكي ومشروع المصعد الذكي. كما صمم طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ نظارة نور الذكية والتي تم تصميمها للمكفوفين باللغة العربية لمساعدتهم على العيش بحياة أفضل. وكذلك نفذوا مشروع صوت صامتين والذي يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليساعد في التواصل مع الصم، حيث يقوم المشروع بترجمة لغة الإشارة إلى نص. وإحنا بنحتفل هذا الشهر بتخريج الدفعة الأولى من كلية الذكاء الاصطناعي. الكلية طبعا اللي بيرجع الفضل في إنشائها لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 لتوفير وظائف المستقبل، وأهمها وظائف الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، باعتبار أن العشر سنين القادمة حجم الماركت العالمي 25% منه هيكون لمتخصصين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. يمكن حضراتكم شفتوا النهاردة المشروعات التخرج لطلاب وطالبات كلية الذكاء الاصطناعي، يعني ما شاء الله مشروعات واعدة كلها بتلبي احتياجات المجتمع ووظائف المستقبل وسوق العمل. ده مشروع الصيدلية الذكية، المفروض بيبقى ابلكيشن على الموبايل وعلى الجهاز اللوحي الموجود في الصيدلية اصلا، والمفروض بيختار اسم الدواء من على الابلكيشن دوت، فالجهاز الروبوت على طول بيروح يجيب الدواء من مكانه ويوديه، سواء لو الصيدلي مثلا موجود في الصيدليه فهو كده بيوفر على الصيدلي وقت ومجهود ان هو يروح يجيب الدواء من مكانه. الصيدليه المفروض ان هي متطبق فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. المفروض فكره عمل المشروع ان بيبقى فيه مجموعه من الارفف موجوده في الصيدليه، وعن طريق ابلكيشن معين بندخل اسم الدواء للمريض او الصيدلي محتاجه، وبالتالي بيقدر عن طريق ويندو منفذ معين يطلع اسم يطلع الدواء اللي تم طلبه، بالتالي بيقدر الصيدلي يقدمه للمريض بشكل في أقل عدد من التلامس البشري. نسبة الخطأ في المشروع ده تكاد تكون معدومة لأن الموضوع كله معتمد على الروبوت نفسه. المشروع بيقدر يعمل كلاسيفيكيشن للنبات هل هو ناضج أو فيه مرض. فكرة المشروع إن هو بيبدأ يلف في الأرض الزراعية أو الصوب المجهزة للروبوت، يبدأ يدور فيها ويشوف هل النبات ناضج ولا لأ، ويبدأ فيه كمان إنه حاطين فيه سنسورات وهو متعدد الاستخدام. السنسورات بتبدأ تقيس الحرارة والرطوبة الخاصة بالصوب الزراعية. المشروع بتاعنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مرشد سياحي ذكي. الهدف منه إن السائح مثلا بيجي من برا بيكون كل همه يكون معاه حد يرشده على الأماكن السياحية، يرشده يقوله مين الملك ده، إيه الكلام المكتوب على الحيطان ده عشان يبقى الرحلة بتاعته ممتعة. فإحنا عملنا النظارة دي عشان تسهل عليه، بدل ما يبقى معاه هيومن لا هيبقى معاه المشين دي بس، النظارة دي بس هتقدر تسهل عليه كل حاجة، من حيث إن هو هيبقى ماشي شايف كل
تمثال عارف ايه هو التمثال ده، مجرد بس ما يحط عينيه على التمثال هيعرف مين هو التمثال ده، ويعرف كمان المكتوب على الحيطان من نقوش، بما ان اللغه الهيروغليفيه لغه صعبه جدا ومش اي حد يقدر يترجمها غير لو كان هيومن، مفيش الات كتير قدرت تترجم اللغه الهيروغليفيه، فاحنا قدرنا نترجمها. فمجرد ما هو يلبس النظاره هيقدر يقرا النقوش المكتوبه على الحيطان. تمكن المهندس أحمد الحجاوي من زراعة بعض النباتات الاستوائية على أرض مدينة الإسماعيلية، مما يعد إنجازاً كبيراً للزراعة على الأراضي المصرية، ولعل أبرزها زراعة البن، حيث أصبحت تجربة المهندس المصري حديث الجميع محلياً وإقليمياً. وتمكن المهندس أحمد الحجاوي من زراعة شتلات البن وبيع إنتاجها للمزارعين، وذلك بابتكار تجربة لزراعة البن بعد تجارب استمرت لأربع سنوات، وتنتج كل شتلة ما بين 5 و8 كيلوغرامات من حبوب البن. القهوة مشروب يعشقه الملايين على مستوى العالم، فكل شعب من الشعوب اختار طريقة لصناعتها وأصبح ينفرد بطعمها ومذاقها، وأجريت دراسات كثيرة حول أهميتها. في مصر وعلى مدار 4 سنوات عمل المهندس أحمد الحجاوي على زراعة حبوب البن محليا في مزرعته بمدينة الإسماعيلية، حيث يرغب في زيادة كبيرة من محصول البن عبر طرق الزراعة الحديثة. احنا ابتدينا طبعا زراعة البن من 5 سنين، بس في شجر زي اللي ورايا ده كنا جايبينه من بره حجم كبير شويه، هو ده البدايه يعني، ده اللي ابتدينا ناخد منه البذور ونبتدي نعمل التكاثر يعني. الحمد لله نجح جدا في مصر يعني، بس طبيعته ان هو بيحتاج تظليل او ظل اشجار، او مش شرط ظل اشجار يعني، يا اما ظل اشجار يا اما سرام، احنا جربناه في الناحيتين والاثنين الحمد لله نجحوا يعني. وتستهلك مصر ما يقرب من 70,000 طن من حبوب البن سنوياً، ويعد التوسع في زراعة البن خطوة هامة في تقليل حجم الاستيراد والتوجه بقوة نحو التصدير أيضاً. كمشروع هو مشروع كويس جداً يعني، هو تقريباً يعني الشجرة لو هنقول أبسط إنتاج ليها 5 كيلو للشجرة الواحدة، لو زرعنا 1,000,000 شجرة مثلاً زي اللي في توشكا عندنا 1,000,000 شجرة مانجا أو 1,000,000 نخلة، وزرعنا كل تحت واحدة لأن هو جذوره مش كبيرة يعني، فما بتأذيش اللي جنبها يعني، احنا هنا زرعينه تحت المانجا وجذوره ما بتأثرش خالص بالعكس يعني. فده يعني لو زرعنا 1,000,000 شجرة في تحت كل نخلة أو تحت كل شجرة، فده هيدينا 1,000,000 شجرة في 5 كيلو هيدينا 50,000,000 كيلو. ويصلح المناخ المصري لجميع الزراعات الاستوائية، ويعد الأفضل مقارنة بالعديد من دول العالم، وهو ما يؤكد صحة التوجه الذي تعمل به مصر من خلال الاهتمام غير المسبوق بالقطاع الزراعي. تحل اليوم الذكرى 17 لرحيل الروائي والكاتب نجيب محفوظ. نشر نجيب محفوظ أكثر من 50 كتابا، ما بين روايات طويلة وقصص قصيرة ومسرحيات ومقالات ودراسات ومذكرات وتحليلات سياسية. عندما يذكر اسم نجيب محفوظ تتداعى الذكريات حول هذه الثروة الثقافية الضخمة التي تركها لجمهوره من القراء والمشاهدين حول العالم، فهو صاحب نوبل، الأديب المصري الكبير الذي ترجمت رواياته للعديد من اللغات، والذي اقتبست السينما المصرية والعربية الكثير من أعماله لتتحول إلى أيقونات سينمائية وتلفزيونية كذلك. تحل اليوم الذكرى 17 لرحيل الروائي والكاتب نجيب محفوظ، حيث وافته المنية في 30 أغسطس من عام 2006، وكان أول روائي حاز على جائزة نوبل في الأدب العربي في عام 1988. ولد محفوظ في عام 1911 بحي الجمالية، وترعرع في قلب الحارة المصرية التي ساعدت في تشكيل وجدانه المصري الأصيل. بدأ محفوظ في 19 من عمره في نشر قصصه ومقالاته الفلسفية والتاريخية، وتجلت موهبته القصصية والروائية في ثلاثيته الشهيرة بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، التي انتهى من كتابتها في عام 1952. نشر نجيب محفوظ أكثر من 50 كتابا، ما بين روايات طويلة وقصص قصيرة ومسرحيات ومقالات ودراسات ومذكرات وتحليلات سياسية، منها عبث الأقدار وردوبيس وكفاح طيبة وخان الخليلي وزقاق المدق وبداية ونهاية، لكنه عمد في السنوات الثلاث الأخيرة من حياته إلى كتابة القصص القصيرة التي أطلق عليها عنوان
أحلام فترة النقاهة. كان محفوظ أول أديب يكتب للسينما، وتنوعت هذه الأعمال بين أفلام كتبها مباشرة للسينما وأخرى شارك مع آخرين في إعدادها، وثالثة مأخوذة عن إحدى رواياته أو قصصه القصيرة. تجلت عبقرية نجيب محفوظ في السرد الروائي باستحضار الصورة الذهنية والتفاصيل الجغرافية التي تجعل القارئ يستحضر رائحة المكان وروح الزمان. فتعانق المكان الجغرافي بالبراح الإبداعي في رواياته التي جعلت للمكان دوراً كبيراً في مسارات رحلته الإبداعية. توفي نجيب محفوظ عن عمر ناهز 94 عاما، ليسدل الستار على جسده، لكن ستظل روحه موجودة في رواياته لجميع الأجيال القادمة. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي يبحث مع قيادات الكونغرس الأمريكي مسار مفاوضات سد النهضة وملفات المنطقة وتداعيات الأزمة الأوكرانية. مجموعة عسكرية في الجابون تعلن إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والاستيلاء على السلطة، وبورال يحذر من تزايد الاضطرابات بالمنطقة. حرب المسيرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تلمح لتورط الغرب في الهجمات على أراضيها وتتوعد بالرد. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.